يتجدد الحوار في حديث العرب هذا الأسبوع مع الروائية والكاتبة الفلسطينية الأستاذة حزامة حبايب. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكم في حديث العرب. طبعا أولا أرحب فيك، أنت روائية وكاتبة معروفة، فزتي بجائزة مهمة سنتحدث عنها اليوم، الأدب في مواجهة التطرف الفكري. قبل أن نتحدث عن روايتك مخمل وهي من الروايات المهمة بنتحدث عنها وعن تفاصيلها، لكن دار بيني وبينك حوار سابق حول الأدب والفنون بشكل عام في مواجهة التطرف الفكري، وهذا السؤال مهم في هذه الفترة تحديدا لأنه نواجه تحديات على مستوى الفكر على مستوى التكفير إلى آخره. في رأيك كروائية وكاتبة كيف يمكن أن للأدب أن يكون من أدوات مواجهة التطرف الفكري؟ طبعا أكيد الأدب كقيمة هي قيمة جمالية بالدرجة الأولى وهي قيمة إنسانية أيضا. لدينا أزمة كبيرة نحن خاصة في الوطن العربي حين نتكلم عن الأدب ونتكلم عن الفنون الأدائية والفنون التعبيرية بشكل عام. نعم. نتعامل في الغالب مع الأدب ومع هذه الفنون باعتبارها منتج نخبوي أو منتج محدود الانتشار، وهو يقتصر فقط على فئة من الناس، الفئة العادة اللي هي المعنية مباشرة فيها، وحتى الفئة التي تقرأ في الأدب أو تتابع أيضا فئة محدودة وفي الغالب شبه معزولة في المجتمع. للأسف هذه يعني هذا التصور أو هذه النظرة في التعامل مع الأدب كمنتج نخبوي أو منتج غير عضوي في المجتمع أو حتى المنتج دخيل، نظرة تكرست على مدى عقود في الوطن العربي، حتى يعني بسنوات ما بعد نسميها التحرير في الوطن العربي وقيام الدولة العربية الحديثة، وتكرست مع الوقت بصورة أكبر وله عدة أسباب. فلنكن صريحين، فكرة النخبوية أنه الأدب والرواية للنخب وليست قطاع واسع. طبعا يعني هناك عدة أسباب طبعا أسهمت في انتشار هذه الفكرة المغلوطة. السبب الأولاني هو العامل الاجتماعي والعامل الاقتصادي اللي يعتبر مع المنتج الأدبي أنه هو شيء فائض عن الحد أو منتج كمالي وليس منتج أساسي، هذه شغلة جدا مهمة. السبب الثاني أيضا هو استشراء المنظومة الدينية بطريقة مشوهة في المجتمع، والمنظومة الدينية حاربت كل هذه الفنون وكل هذه القيم الجمالية والقيم الأدبية، وفي أيضا عامل جدا وبالتالي مهم. وبالتالي احتكرت الخطاب. أكيد أكيد. وهناك أيضا حينما ينشأ الشاب بس يقرأ مواعظ ودعوات للفتن ودعوات للحروب، بينما الأدب ربما يفتح له آفاق الحياة. وهو أيضا يعني المنظومة الدينية أيضا تغذت على بيئة مناسبة، هي أيضا لم تستشري إلا بسبب وجود بيئة ساهمت، بيئة اجتماعية بالدرجة الأولى وبيئة أيضا تربوية وبيئة تعليمية. علينا أن نعترف أيضا أن المؤسسة التعليمية أسهمت للأسف الشديد في استشراء المنظومة الدينية بهذا المعنى السلبي، ومن جهة أخرى أيضا في محاربة الأدب باعتباره أنه هو يعني مكون غير أساسي حتى في التعليم. أطفالنا طلابنا في المدارس لا يدرسون الأدب. لا يدرسون الفنون، لا يدرسون الموسيقى، لا يتعلمون الرسم، تعتبر أنه هذا منتج ثانوي، منتج ولذلك لا. ولذلك أنت قلتي أنظمة التعليم في العالم العربي ساهمت في تصحير الذات وتجفيفها. أكيد. لو نشرح في هذه النقطة. أكيد. أنا حين يدخل الطالب أو الطفل المدرسة وهو لا يرى ولا يسمع سوى اتجاه واحد وسوى مواد معينة موجهة، وهذه المواد لا تنادي بقيم إنسانية، لا تنادي بقيم جمالية، لا يقرأ روايات، لا يقرأ شعر، لا يحذف على آلة موسيقية، لا يستمع للموسيقى لا في البيت ولا في المدرسة، هذه الشخصية من الصغر عبارة عن عجينة كلما أنت شكلتها وكلما أعطيتها كلما أزهرت وكلما أينعت وكلما حرمتها أنت من قيم مهمة قيم جمالية كلما جفت وتصحرت. أكيد أنا هذا ما أصفه بتصحير الذات، بمعنى أن المنظومة التعليمية الجافة القاصرة عن تقديم محتوى إنساني ومحتوى فني ومحتوى شفاف ورقيق وجمالي، كلما أسهمت أنت في تآكل الذات وفي تصحير الذات وفي جفاف الروح، وبالتالي تنشأ لديك شخصية غير قادرة على تقييم الجمال، على رؤية الجمال، على استيعابه، على قبوله، شخصية رافضة أيضا للآخر، لأنك أنت إذا حاصرت هذه الشخصية ضمن منتج أيضا محدود، منتج ديني فقط مثلا أو حتى منتج تعليمي قاصر لا يحتوي عدة
مساقات مثلا تربوية أو تعليمية تأخذ في الاعتبار عوامل نمو الشخصية وتطورها جميل. وتوسيع آفاق العقل، هذه الشخصية سوف تكون رافضة للآخر وتربي لديها أفكار إقصائية بالضرورة وهي أفكار متطرفة، وبالتالي متلقي سهل يعني إيقاعه في مآزق التطرف وقبول الخطاب الوعظي أو الخطاب التكفيري. طبعا، لأن التطرف أحد أسبابه أو أحد عوامله هو رفض الآخر. أنت حين لا تقرأ للآخر، حين ترفض الآخر وترفض ما ينتجه الآخر وترفض العديد من القيم الجمالية، أنت في التالي ترفض الآخر وتحاربه. وللأسف الشديد الآخر بمفهوم مطلق، بالمفهوم المطلق طبعا. أنت الأدب أحد سمات القراءة مثلا أو مشاهدة فيلم سينمائي أو الاستماع إلى مقطوعة موسيقية أو الذهاب إلى الأوبرا أو إلى الذهاب إلى دار مسرح، هو الاطلاع على شيء يشبهك أو لا يشبهك، الاطلاع على ثقافة أخرى، على مكونات ثقافية إنسانية، توسيع دائرة المعرفة، توسيع أفق الرؤية، أفق الاستيعاب. هذا الشيء يخلق قدرة على تقبل الآخر، على التسامح معه، أنا أقصد على التعاطي معه بإنسانية أكبر. يعني ما ليس بالضرورة الآخر اللي هو البعيد من لا ثقافة طبعاً أخرى، بس لا الآخر هي لو حتى لو كانت فكرة غير معتادة لديك طبعاً، كيف تتعود عليها، كيف تسمعها، كيف تقبلها حتى لو اختلفت معها. أكيد، وهذا ما توفره الآداب، وهذا ما توفره الفنون، وهذا ما توفره الأفلام السينمائية والمسلسلات والمسرحيات. بالنهاية المنتج الأدبي، المنتج الفني يسهم حتى في أنسنة المجتمع. نعم، بمعنى تقبل الإنسان بكل تحولاته، بكل مشاعره، بكل عواطفه، بكل أفكاره. كلما حجرت على شخص ضمن بيئة مغلقة وخلقت بيئات مغلقة لا تتعامل إلا بنفس الأفكار، بنفس القيم الضيقة، هذه الشخصيات سوف ترفض الآخر بالضرورة وسوف تحارب الآخر، أو على الأقل تفقد قابليتها أو المطواعية. تفقد مطواعيتها للتطور وللنمو وحتى أيضا لاستقبال أشياء مختلفة عما تعودت عليه. نعم، طيب خليني أنقل الحديث إلى رواية مخمل، وهي فازت بجائزة نجيب محفوظ، جائزة مهمة. قلتي وأنت يعني تحتفلين وتحتفين بهذا الفوز: أنا حزامة حبايب، إنما أستعيد البلاد وناس البلاد بالحكاية. أنا في كل حكاية أعود إلى وطني، قد لا أكون منتصرة لكنني بالتأكيد أكون مهزومة أقل. فالمجد للحكاية، المجد كل المجد للحكاية. لماذا المجد كل المجد للحكاية؟ الحكاية أو الرواية هي التأريخ الحقيقي لأي مجتمع ولأي ثقافة، خاصة إذا كنا نتحدث عن مجتمع مأزوم، خاصة إذا كنا نتحدث عن ثقافة مهددة بالاجتثاث وبالاجتزاء وبالاستيلاء عليها. الكتابة الأدبية، كل أشكال الإداء، الكتابة الأدبية ومن طبعا بالتأكيد الرواية أو الحكاية كمجال بالنسبة لي، أو أنا سبيلي اخترته كأداة تعبيرية، شكل من أشكال حفظ الذاكرة وصون الذاكرة وحمايتها من الاستيلاب. لأنه حفظ الذاكرة أساسا هو حفظ المنجز الثقافي، وهو الذي يثبت أننا نحن موجودون وأننا نمارس حياتنا وأننا نعطي. الكتابة مهمة جدا جدا لأنها تؤرخ للإنسان، تؤرخ للوجود الفلسطيني، تؤرخ للهوية بمكوناتها. ما الذي يصنع الهوية؟ ما الذي يقيم أود هذه الهوية ويجعلها تقف على دعائم ثابتة لا يمكن أن تستلب منك ولا أن تأخذ؟ فعليا الثقافة أو العنصر الحياتي أو العنصر الثقافي وممارسة الهوية والتعبير عن هذه الهوية وعيش هذه الهوية. والكتابة ضمن هذا التعريب، ضمن هذا السياق، شكل من أشكال عكس الهوية وتجسيدها وإعادة إنتاجها مرة أخرى. وبالتالي الكتابة بالنسبة لي أنا شخصيا أعتبرها شكل من أشكال حماية الذات الفلسطينية وحماية الثقافة والهوية الفلسطينية من الاندثار وأيضا من الاستيلاء عليها ومن محاولات أيضا مصادرتها وتشويهها. تقولين أيضا رواية التكوين الفلسطيني، ما معنى هذا المفهوم؟ في عدد من النقاد يعني حين تناولوا تجربة الأدبية بشكل عام وخاصة بأعمال الروائية الأخيرة من أصل الهوى وقبل أن تنام الملكة ثم مخمل، تم استخدام هذا المصطلح، وأنا أعتقد أني أنا أعيشه
يعني كفكريا لا يعني نعم. عملية الكتابة طبعا عملية شائكة ومعقدة، لسنا بالضرورة نحن نكتب وفق هذا المصطلح، ولكن بالنسبة لي وللعديد من الكتاب في هذا الجانب قد يرون أن الكتابة شكل من أشكال تكوين الهوية الفلسطينية أو بسموه تكوين الخيال الوطني الفلسطيني. الخيال الوطني طبعا أكيد تكوين الخيال. لاحظ أنا فلسطينية من الجيل الثاني للنكبة، أنا لم أعش في فلسطين ولم أذهب إلى فلسطين ولم أكتب داخل فلسطين، أي أن الحياة الفلسطينية بما معناه أو البلد بالمعنى الجغرافي بالمعنى المكاني غير موجود، ولكن هي رواية فلسطينية بامتياز. كل رواياتي لحد الآن هي روايات فلسطينية، لأنه فعليا أنا أكتب المخيال الوطني الفلسطيني، هذا المخيال الذي تشكل في وعيي، تشكل في ثقافتي، تشكل في مكونات البيئة المحلية من حولي، وبالتالي هو أعيد إنتاج المخيال الوطني الفلسطيني وأعيد تكوينه مرة أخرى كشكل من أشكال أيضا إرساؤه وتثبيته وإعطاؤه فضاء الجغرافي اللي أنا محرومة منه. هل هذا ضد الرهان يعني الإسرائيلي وغيره أنه مع الوقت الفلسطيني من الجيل الثاني والثالث والرابع قد ينسى قضيته؟ أكيد وبالمطلق، وهذا يعيدنا مرة أخرى لا أهمية الأدب وأهمية الفنون المختلفة في الحفاظ على هذا المخيال وفي تأكيده وفي توريثه أيضا لأبنائنا. أنا ورثت المخيال وورثت صورة القرية التي ولد فيها والدي وعاش فيها والدي من أبي ومن حكاياته ومن جدتي ومن حكاياته ومن العائلة، عناصر البيت الفلسطيني نحملها معنا من حتى من طعامنا من لباسنا من أغنياتنا من قراءاتنا من متابعاتنا فيما يتعلق بالبيئة الفلسطينية بالتاريخ الفلسطيني نحياه كل يوم في أسرتنا. وبالتالي إذا كان هناك رهان على القضاء على الخيال الفلسطيني أو على الذاكرة الفلسطينية ومحوها واجتثاثها بالتأكيد هذا رهان خاسر، وهي معركة خاسرة لا يمكن، والعدو يعرف أنها معركة خاسرة بدليل أن المنتج الأدبي الفلسطيني والمنتج الفني الفلسطيني يعتبر مقوما أساسيا في معركة النضال الأكبر، معركة الوجود الفلسطيني. أنت أيضا يعني غير متحمسة لمصطلح الأدب الملتزم ولكنك متحمسة لمصطلح أدب المقاومة. أكيد يعني هي طبعا تتداخل القصة، حتى أدب المقاومة للأسف الشديد بعد فترة أصبح شماعة وأصبح يعني مطية لشكل من أشكال الكتابات الأدبية التي أنا أصفها بالزعيق أو الكتابات الشعاراتية فيما يتعلق بفلسطين والوجود والصراع وتحرير والنضال. الأدب الملتزم كمصطلح هو ملغوم، هذا يعني الأدب الملتزم يفترض منك الكتابة عن القضية الفلسطينية وعن الشخصية الفلسطينية كشخصية طهرانية كشخصية نقية بالمطلق مثالية. شخصية مثالية، وللأسف هذا الشكل من أشكال التصوير أوقعنا في وصف كاريكاتوري أو أنا أسميه وصف كرتوني للشخصية، وكأنه الفلسطيني غير مسموح له أنه يحب وأنه يعشق وأنه يغلط وأنه يفسد. في النهاية هذا إنسان، وبالتالي المكون الإنساني إذا أنت تجاهلته وأنت تتجاهل المجتمع بأكمله. أنا ضد أسطرة الفلسطيني، أنا ضد وضعه على منصة مرتفعة جدا والتعامل معاه بوصفه أنه شيء غير قابل للمساس فيه أو أنه غير قابل أنه هو حتى أن يرتكب أي خطأ من أي نوع. أنا مع الكتابة عن الشخصية الفلسطينية الحقيقية، كتابة عضوية، كتابة إنسانية تدخل للفلسطيني تعبر عنه كشخص حال وحال أي إنسان، هو لا يختلف عن أي إنسان، لديه معركة مهمة ومعركة وجود ويخوض هذه المعركة، ولكن بالمقابل لديه حياة. أنا معنية بالحياة الفلسطينية بالحفاظ على الروح الفلسطينية بالحفاظ على الجماليات الصغيرة في كيف نعبر عنها. قضيتي هي الإنسان، الإنسان هو القضية الكبرى في الكتابة، وإذا نحن أهملنا الإنسان وإذا تعاملنا مع هذا الإنسان بوصفه مجرد شعار ونكون بالضرورة قد أفسدنا القضية الكبرى. طبعا أنا أعرف أن أنت متأثرة جدا بغسان كنفاني، وأيضا عرفت من قبل التسجيل أيضا أنك متأثرة بسميرة عزام. أكيد نعرف غسان كنفاني لكن قليل منا يعرف سميرة عزام، حدثينا عن سميرة عزام وكيف أثرت في مسيرتك الأدبية. سميرة عزام أنا هي رائدة القصة الفلسطينية، وأعتقد أنها
يعني من الكاتبات الأديبات القلائل أو اللواتي فعليا تعرضن لشكل من أشكال الإجحاف فيما يتعلق بتناول تجربتها القصصية. هي لديها 5 مجموعات قصصية، وعلى الأرجح أنه لديها أيضا مجموعة من القصص غير المنشورة، وكنت أتمنى أنا شخصيا، يعني أنا أتمنى أن أكون جزء حتى من لدي إعادة إحياء مشروع سمير عزام. هي طبعا توفيت مبكرا، توفيت في الأربعينات. هي توفيت بعام 1967 بعد فترة بسيطة، يمكن شهرين من نكسة حزيران، وكان عمرها 40 عاما، وأعتقد يقال أنه قلبها لم يتحمل هذه الهزيمة وضياع ما تبقى من فلسطين. سميرة عزام مجددة في القصة، كتبت في فترة لم تكن هناك أصوات قصصية حتى على يعني سواء لكتاب أو كاتبات، وأنا أعتقد منتجها جدا 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 مهم ولم يتم تسليط الضوء عليه. من الأسماء اليوم على المستوى الفلسطيني وحتى على المستوى العربي اللي يكتب عن المقاومة بمستوى، وإن كان حتى ليس بالضرورة المستوى الفني ولكن المستوى الفكري أو في الهم نفسه، بمستوى غسان كنفاني؟ يعني حقيقة يعني أكيد لا أحد يحل محل غسان كنفاني. خلينا نقول طبعا المرحلة التاريخية اللي جاء فيها غسان كنفاني جدا جدا مهمة. كأيضا غسان كنفاني يعني توفي وهو في 36 من العمر، وترك منتجا جدا غنيا بالنسبة لشخص يعني بعمره. حتى أحيانا نتساءل لو هذا الرجل عاش ماذا طبعا كان ممكن يعطي. أكيد طبعا تاريخ على مستوى الأدب الفلسطيني تاريخيا عندك جبر إبراهيم جبرة، في عندك أميل حبيبي، في عندك أصوات جدا مهمة فلسطينية أضافت يعني في أعمال لكثير من الكتاب. هل غسان كنفاني لأنه روائي، أم مثلا لو أخذنا محمود درويش، أو أنت تفرق بين الرواية والشعر؟ لا أنا أفرق طبعا. ترك طبعا أكيد يعني أنا سألتني على القصة وعلى الرواية. نعم. بالدرجة الأولى أكيد طبعا هو غسان كنفاني بالقصة القصيرة بالمناسبة، حتى نتاجه. نعم. القصصي أنا برأيي أهم كثيرا من نتاجه الروائي. طبعا تجربة محمود درويش أعتبرها أنها تجربة عالمية، أيضا هي تخطط حتى المنجز الفلسطيني والعربي لتصبح عالمية. ومحمود درويش تجربته جدا جدا مهمة، هو من الشعراء القلائل أصبح طفلا حين كبر، وبالتالي كلما تقدمت به السن كان يشف أكثر، وكان يعطينا شعرا تخفف فيه شعر لاحق من أعباء القضية دون أن يسيء للقضية الفلسطينية. يعني هو بدأ بصوت مرتفع. نعم. وصوت طبعا جدا جميل، ونحن أنا شخصيا فخورة بكل ما قدمه، أكيد يعني بمعظم ما قدمه، ولكن تجربته الأخيرة كشجر اللوز أو أبعاد، لا تعتذر عما فعلت، حقيقة تجارب جدا جدا جميلة، يعني مثل الماء الذي رق. نعم. طيب خليني أستأذنك أستاذة حزامة حبايب بالفاصل الأول، أعود بعده وأتحدث معك بشكل يعني مفصل عن مخمل، ولكن بعد الفاصل ابقوا معي. ويتواصل حوارنا مع الروائية والأديبة الفلسطينية الأستاذة حزامة حبايب. طبعا فازت روايتك مخمل بجائزة نجيب محفوظ للأدب. لجنة تحكيم الجائزة قالت إن مخمل رواية فلسطينية جديدة لا تدور حول القضية السياسية والمقاومة وحلم العودة، إنها عن الفلسطينيين الذين تمضي حياتهم دون أن يلتفت إليهم أو أن تدون قصتهم. ما رأيك بهذا الوصف أولا؟ يعني طبعا أنا سعيدة جدا بهذه الجائزة، وهي تعتبر من أرفع الجوائز في الوطن العربي، وأنا بعتبر أنه تحديدا مخمل، يعني أنا كنت سعيدة بفوزها بجائزة نجيب محفوظ لأكثر من سبب. أنه طبعا إلى جانب بيان لجنة التحكيم، حقيقة كنت أنا عندي مخاوف من طريقة استقبال هذه الرواية، لأن هي الخلفية الخاصة فيها هي خلفية المخيم الفلسطيني، وهناك دائما تصور للقارئ عن ماهية المخيم، وأنه مجموعة من الناس
المناضلين عايشين حياة مثالية مثل يوتوبيا، وهو طبعا كلام غير صحيح، لأن المخيم الفلسطيني طبعا كتب عنه طبعا العديد من الأعمال وعدة مقاربات، ولكن في روايتي حرصت تماما، يعني كنت معنية بتقديم صورة مغايرة لما قد تقرأه أنت أو الآخر عن المخيم، عملية تعرية بالكامل للمخيم، أنه هذا فضاء غير مثالي على الإطلاق، أنت الشخصيات معطوبة، وبالتالي نحن لا يلتفت للمخيم، حين نتكلم عن المخيم الفلسطيني نتكلم عن واقع سياسي، لا نتحدث عن واقع إنساني، وبالتالي لفت انتباهي أنا بمعرض إشارة لجنة التحكيم حول أسباب الفوز إنها لا تتكلم عن القضية السياسية، لا تتكلم عن القضية الفلسطينية، وإنما حقيقة مخمل عن الناس الذين لا يلتفت إليهم أحد، هم نتاج الاستحقاق السياسي، هم فعليا ضحية هذه القضية الفلسطينية. المخيم بيئة مؤقتة مشوهة، يفترض يفترض أنها بيئة مؤقتة مشوهة، تخيل أنه مع الوقت ومع المعاناة ومع تراكم الفقر والقهر والانسحاق والانكسار، هذه البيئة المشوهة المؤقتة تتحول إلى بيئة دائمة وأكثر تشوها مما هي عليه، وبالتالي لا مجال للحديث عن بطولات فارغة، مع احترامي للجميع، هنا الأساس في هذه الرواية هو الإنسان. لكن البعض يعني ربما عاتبك أو انتقدك كأنك تسيئين أو تتعمدين الإساءة للمخيم وأهل المخيم، وإحنا نعرف أنه فرضت عليهم هذا أو هذا النمط طبعًا. من الحياة أكيد. فرض عليهم أكيد أكيد طبعاً، في كتير ناس يعني يقولوا رواية جميلة بس كنا نتمنى يعني أنه قصيتي أنت على المخيم الفلسطيني وحولتي إلى مكان جداً سيء. المخيم مكان سيء بالضرورة، لا يفترض بالإنسان أن يعيش في مخيم، هذا مجتمع جيتوي، من فكرة الجيتو، مجتمع معزول منعزل نعم بشكل غريب جدا، وثم فيما بعد طبعا حين تتكرس فكرة الجيتو أو فكرة الانعزال، وهذا المجتمع يتواصل مع الآخر، هو يتواصل مع الآخر ولكن أيضا من منطلق فكر منعزل، فكر غير طبيعي، من منطلق بيئة مشوهة. ما كنت معنية في مخمل أن أخرج الفلسطيني من البطولة التي فرضت عليه من الأسطر المبالغ فيها، وتقديمه أيضا كرجل أو كامرأة تعيش كإنسان نعم. كإنسان وأرجو أن يتم الانتباه إلى مسألة مهمة، مخمل هي رواية حب، هي رواية عشق من أجمل ما يمكن. مخمل هي البطلة حواء، هذه امرأة تعرضت لكل أنواع القهر، لكل أنواع القسوة والانكسار، من مجتمع أبوي، من مجتمع حتى الأم فيه تحولت امتداد لقسوة الأب، وسط كل هذا القهر كل هذه القسوة وكل هذه الغلظة والخشونة، هذه امرأة حافظت على نفسها، حافظت على روحها، ما تتهشم ولا تتشوه ولا تنكسر، وهي امرأة عشقت، امرأة حبت، ولكن بيئة المخيم لا يمكن أن تتسامح مع حب شفاف، مع حب جميل، مع حب مضيء من هذا الحب الجريمة بالتأكيد، وهي طبعا دفعت ثمن هذا الحب. ليست ثقافة المخيم، يعني ثقافة عربية أصيلة، هي بالضبط، تخيل هي ثقافة عربية أصيلة، وهذا يرجعنا أيضا للمنظومة الاجتماعية وللمنظومة القبلية أيضا والمنظومة الأبوية الموجودة في المجتمع العربي، وتخيل كل هذا وضعه أيضا في بيئة مشوهة، وإجمع يعني أضف معها. على ذلك إلى طبعا نعم. وشيء مهم طبعا، يعني يمكن أنه أيضا المخيم هو ثمرة هزيمة، المهزوم في وطنه فأوريدي في انكسار، أكيد يعني يعني هو أنه أن الرجل قسى على المرأة، هو مهزوم، المهزوم في وطنه مهزوم في حياته ومهزوم في عشقه. تقولين بالنسبة لي فإن الإنسان هو القضية الكبرى وهو المسألة الحقيقية، وعليه فإن محاولة قولبته أو طمس صوته الحقيقي لصالح الشعارات الصاخبة الفارغة لن يعمل سوى إنتاج كتابة كاريكاتورية غير سوية، بمعنى أنه إحنا وهذا ربما يظلم الفلسطيني بشكل عام حينما نضعه في هذه الصورة بين قوسين، المثالية طبعاً، أنه لا أكيد. لا يخطئ، لا يسرق، أكيد. لا يعني، وقبل التسجيل تحدثنا عن صورة نمطية معينة، لو فلسطيني خضع لظروف معينة وباع أرض أو بيت أو كذا لا في أكيد. مناطق الاحتلال، ربما تعمم هذه الصورة ظلما على كل الفلسطينيين. يعني للأسف الشديد أنا أستخدم وصف يعني في إحدى حواراتي، إنه الفلسطيني خاصة في بعض الكتاب يعني من بدايات التجربة الفلسطينية وخاصة
يعني أنا داخل أراضي الفلسطينية المحتلة كانت عندي تجربة جدا جدا مهمة، كنت عضو من قبل 4 سنوات عضو لجنة تحكيم جائزة عربية معنية بالنتاج الفلسطيني، وكنت بصراحة مستعدة إني أنا أقرأ للأدب الفلسطيني في الداخل، وكان ما يجمع معظم النتاج الفلسطيني في الداخل ما أسميها عقدة الذنب، شعوره إذا هو خرج عن الخط العام عن تمجيد الفلسطيني وعن كتابة فلسطينية نضالية بين قوسين، عن إنه الفلسطيني الشجاع اللي ما بيخاف من العدو اللي ما بيشعر بالانكسار، إنه قد يحاكم أو قد ينظر لهذا المنتج بصورة سلبية، وهذا أفرز كتابة حقيقة غير أصيلة، كتابة مصطنعة وكتابة أيضا فارغة من مضمونها الإنساني والحقيقي. إذا بتسمح لي بس أعطيك مشهد جدا جدا فضل. مهم أكيد. نحن كقراء أو أنا بعتبر حالي قارئة متمرسة أيضا، نادرا ما أفاجأ بكتابة جميلة أو كتابة إنها تزني من الأعماق. بتلك التجربة حين كنت عضو لجنة تحكيم هذه الجائزة، أنا لا أعرف من الكتاب، المخطوطة تأتيني بلا اسم، رواية متواضعة وبسيطة جدا، ووقعت في فخ عقدة الذنب والتمجيد وما التمجيد، باستثناء بعض المناطق العفوية اللي الكاتب أو الكاتبة خرجت من خرج هذا، أعتقد أنه كاتب لسبب الآن أنا أذكره، خرج من أسر الصورة النمطية للأدب الفلسطيني، ولأول مرة في مشاهد قليلة كان عفوي، هو عن أسير محرر يخرج من السجن ويذهب إلى البيت بعد 20 سنة أو 25 سنة، الأهل بطلبوا منه يطلع بعد التهاني وكل شيء، يرفض أن يخرج من البيت لمدة 2 أسابيع، بعد 2 أسابيع يخرج، ولاحظ هذا المشهد، يمشي في مكان مفتوح في مكان مزروع، وهو يمشي طول الوقت، ثم وصل إلى نقطة ووقف ولم يستطع أن يمضي خطوة أو خطوتين، لا يوجد سور، لا يوجد جدار ولا شيء، هو تذكر حين كان مسجون، كان أسيرا لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، هناك الفسحة اللي هن بيطلعوا مثلا فترة البريك بيتمشوا فيها، فكان يوميا على مدى 20 عاما أو أكثر كل يوم يمشي حوالي 1/2 ساعة، يقطع مثلا 50 خطوة، ثم يوصل إلى الجدار المغلق ولا يتمكن من المضي قدما، وهو الآن شخص غير أسير، شخص محرر، لم يتمكن من أن يتجاوز 50 خطوة وشعر أن هناك جدارا، وهذا يعني أن هذا الأسير خرج بانكسار بعطب ما في داخله، وهذه مشكلة كبيرة بالمناسبة. طبعا أنا لا أخفي عليك، أنا قرأت هذا المشهد وبكيت، جدا مؤثر وجدا ملهم، لكن للأسف الشديد يبدو أنه شعر فيما بعد أنه قد تكون شخصيته ضعيفة أو مهزومة، فتراجع فيما بعد عن هذه النبرة الإنسانية الجميلة. ما أقوله أن على الفلسطيني أو على أي كاتب داخل بيئة معينة فيها احتلال، فيها قهر، فيها سلب، لا يخجل أنه يعبر عن ضعفه. أجمل الناس هم الذين يعبرون عن هذه الهشاشة، الهشاشة هي التي تظهر الإنسان الموجود في داخلك. طبعا بعض النقاد يرى أن تفكيك الثقافة الأبوية، أنا أسألك هذا السؤال تحديدا لأنه دائما أنت يعني ما أبغى أقول عندك عقدة الرؤية الأبوية أو الثقافة الأبوية، ربما هل هي مكون أساسي للرواية النسوية؟ هل يعني تفكيك الثقافة الأبوية مكون أساسي أم طارئ لظرف ما؟ سعيدة بهذا السؤال وبشكرك عليه تحديدا. يمكن يعني أزعم بين قوسين أني أنا واحدة من أديبات قلائل جدا ما عندي مشكلة الأب على الإطلاق. أنا في رواية اسمها قبل أن تنام الملكة، وأتمنى أن يتاح لك أن تطلع عليها، هذه من التجارب الروائية القليلة جدا في الوطن العربي وخاصة على الصعيد الفلسطيني، تناولت المجتمع الفلسطيني داخل الكويت هذه الرواية، وهي بالمناسبة اختيرت بال2012 من صحيفة الجارديان من باستبيان من قراءات العام. بهذه الرواية كتب عني أكثر من ناقد أنه حزامة حبايب كتبت عن علاقة البنت في الأب فيما وصفت بأجمل علاقة في الأدب العربي بين الأب والبنت. أنا لم أشعر في يوم من الأيام إنه الأب له سلطة علي، بالعكس كانت علاقتنا ندية، وبين فترة والتانية كنت تقلب العلاقة وأكون أنا الأب له، نقعد مع بعض وأحيانا نغني ومرة دبكنا أنا وياه، فما في عندي كانت هذه المشكلة. ولكن بالتأكيد
بس أوضح شوي أستاذ حزام، أنا أتكلم عن مفهوم السلطة الأبوية. أكيد أتكلم أكيد. عن أستاذنا هشام شرابي الله يرحمه. أكيد يعني طبعا العلاقة المباشرة بينك أنت ووالدك، أتكلم كمفهوم الذكور كمفهوم الأبوي. أكيد أنا بس انطلقت من هذا المجتمع من 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 وسط علاقتي، لأنها تأخر إدراكي أنا على المستوى الشخصي، تأخر إدراكي لاستحقاقات المجتمع الأبوي، لأني أنا تربيت في بيئة إلى حد ما شخصية الأب فيها مختلف. ولكن وأنا هاي الفكرة كنت حابة أكمل لك إياها، مع التجربة ومع القراءة ومع المتابعة ومع الاحتكاك أيضا في الأسرة الممتدة أيضا، نمت مشكلة عندي أنا، نمت مشكلة التعاطي مع هذا المجتمع الأبوي اللي أيضا لمسته من النساء أيضا، لأن النساء في الوطن العربي هم امتداد للمجتمع الأبوي، وبالتالي الأب الغائب إذا هو سلم السلطة للابن قد يسلمها للأم، وبتكون أقصى المرأة على المرأة في ترجمة القيم الباتريركية أو القيم الأبوية أحيانا من المجتمع الأبوي نفسه. وهذا موجود في رواية مخمل، في مخمل هناك نساء قصون على نساء. إذن هي ليست مرتبطة برجل أو امرأة، بذكر أو أنثى، هي ثقافة، هي ثقافة طبعاً يعني. طبعاً أنت يعني تاريخياً كانت معاناة الرجل بالمناسبة في المجتمعات الأممية أقل أكيد حتى يعني النساء، ولكن المجتمع الأبوي هو منظومة متكاملة ويصبح الكل طرف فيها. أنت لا تتكلم فقط عن رجل، لا تتكلم عن مؤسسة حكم، لا تتكلم عن مؤسسة دينية، لا تتكلم عن مؤسسة تعليمية، تتكلم عن بنية mindset اللي هي البنية الفكرية أو البنية العقلية التي تعيد إنتاج هذه المنظومة في كل مفاصل المجتمع وفي كل العلاقات المجتمعية. طيب خليني أسألك عن رواية أصل الهوى. تحمل يا سألتي شو؟ لا بتحملها. طيب بس أنتوا تحملوا الأجوبة. أكيد أثارت جدل أكيد كبير، منع توزيعها في بعض الدول العربية بسبب يعني حسب ما قيل بسبب الإباحية الواضحة في أصل الهوى. سؤالي، هل الإباحية، هل تعمدت الإباحية، هل كانت ضرورة فنية للعمل؟ هل يعني السؤال أحيانا يعني هل هناك تعمد لهذا التابو من أجل الانتشار؟ أكيد أولا يعني بدي أحط أكيد يعني موافقة. لا أكيد لا أكيد إني أنا قابل السؤال بس طيب. تكونوا أنتم كمان صدركم واسع وتتحملوا الجواب. أنا يعني اسمح لي شوي أني أحط كلمة إباحية اللي استخدمتها ما بين قوسين، لأنه اللي استخدم إباحية استخدمها بغرض الهجوم، بينما الآخرين اللي تقبلوا الرواية ومدحوها واعتبروها أنها تشكل إضافة نوعية للمكتب العربية. ناقل الكفر ليس بكافر. أنا هذا كلام النقاد، هذا ما قيل عنها كلام البعض. هي رواية جريئة مختلفة، محتواها مختلف. أخذ على الرواية بوصفها إنها إباحية، أنها لأول مرة تتعامل مع منظومة الجسد بطريقة كاشفة جدا وبعلاقات يعني قد لا يجب بما معناه أنه نحن نكشفها. عموما فيما أكتب لست معنية بالستر على شيء أوكي، أو أنه بتخبئته أو بتغليفه بشيء لا يظهر. وفي أصل الهوى تحديدا هي تتناول مجموعة من الشخصيات الفلسطينية المتأزمة نفسيا، وحتى علاقاتها بالمناسبة خلينا نسميها العلاقات الجسدية كما وصفت أو العلاقات الإباحية، هي علاقات متأزمة ولا تتطور ولا تنضج ولا تنمو، وأيضا وهي في الغالب لا تثمر حتى لا تنطوي على استمرارية من نوع ما، وبالتالي حتى الجسد فيها مهزوم. وهذا يعيدني إلى ما أؤمن به وما أحاول أن أترجمه، مسألة الهزيمة حين تكون مهزوماً أنت بهويتك، حين تكون مهزوماً بوطنك، كل شيء في حياتك قد يهزم. هذا لا ينفي أن هناك شخصيات وهناك ناس قادرين على التعالي على الهزيمة طبعاً، وأنا أحتفي فيهم وأنا أنتصر لهم، ولكن هذا واقع وهذا موجود. طيب. وفي النهاية من يحكم على هذا الأدب أنه إباحي أو غير إباحي؟ بعض النقاد يعني الحديث ليس عن حزامة تحديداً، بعض النقاد يرى أن في الكتابات النسوية التي تتعمد الإباحية بمفهومها الواضح والصريح، هو نوع من أنواع التمرد، هو نوع من أنواع الاحتجاج على السلطة الأبوية الذكورية، سمها ما شئت. أنت من قراءاتك من متابعتك، هل ترين يعني في صحة لمثل هذا الرأي؟
أكيد طبعا، يعني هلا هذا في عدة أسباب، هذا لا ينفي أيضا أن في كتابات نسائية حقيقة، كما هناك كتابات رجالية، ولو أني أنا ضد التصنيف الجنسوي يعني بين رجل وامرأة، يعني تورطت في هذا النوع من الكتابة بدون امتلاك الأدوات الصحيحة وبدون أيضا التوجه الصحيح وبدون المقاربة الأدبية الناضجة، وسقطت في فخ الكتابات اللي هي فقط تروم الإثارة لأجل الإثارة. موجودة طبعا، إما سعي وراء شهرة، سعيا وراء لغط أو الإرباك، أو كشكل من أشكال التمرد يعني على المنظومة بين قوسين أيضا الأبوية. هذا يعني أنا حين أنا لا أميل، لست من النوع اللي أدافع عن الكتابة بالمطلق، من حق أي شخص أن يكتب، ولكن من حق أيضا أي قارئ أن ينتقد وأي ناقد. وأنا عندي، وهذا أيضا يعني بيقودنا يمكن من الذي يحكم على الكتابة؟ من الذي يقول هذه الرواية تستحق جائزة، هذه الرواية لا تستحق؟ لاحظ كل موسم جوائز هناك جدل، ما بتستحق، لا تستحق. التاريخ، التاريخ هو الذي سيقول كلمته في النهاية، ما كان هذا إذا كان أدبا جادا، أدبا تافها، إباحيا، أصيلا، عضويا، يستحق أو لا يستحق. الكتابة الأصيلة الحقيقية تصمد رغم الزمن. هل الانتشار معيار لنجاح الرواية؟ أحيانا، لكن ليس ضرورة. لا طبعا مش بالضرورة، وقد يكون أيضا مؤقت مثل الزبد أو مثل الفورة كما نقول، ولكن ليس بالضرورة. ولكن المعيار هو قدرة هذه الرواية على الصمود، على استقراء حالة إنسانية، وقدرتها أيضا على أنها تتعامل مع المعطى الإنساني حتى خارج المكان والزمان المكتوبة فيه. هل ترين زخم روائي في العالم العربي هذه الفترة؟ كثير كثير كثير، وتحن عارفين شو الأسباب طبعا. يعني أكيد. هل هذا على حساب الشعر ربما؟ أكيد، يعني أنه هالآن أنه الشعر لم يعد ديوان العرب، هاي المقولة نسمعها، حتى في شعراء بدأوا يتحولون للرواية أو أجلوها أو عطلوها. طبعا هم مشروعين أنه يتركوا الشعر أو القصة، ولكن في يصح القول أنه هذا زمن الرواية، زمن يصح الرواية. القول الآن أنه هذا زمن الرواية، ومع الجوائز ومع التقدير ومع التغطية الإعلامية طبعا عدد كبير الآن من الروائيين، سواء طبعا الحادثين على المشهد أو المكرسين، زاد إنتاجهم، زادت حتى يعني في جرأة يمكن أكثر في الطرح. طيب، بموضوعات أكثر في هو الطرح. زمن الرواية، ولكنه عندي الآن هو زمن الفاصل الأخير. فاصل أخير ونكمل هذا الحوار، ابقوا معي. إذن نحن في الجزء الأخير من هذا الحوار مع الكاتبة والروائية الفلسطينية الأستاذة حزامة حامد حبايب. قلت سعدت أن كتابتي نجحت في ألا تكشف عن جنسي، لأن أكثر ما يزعجني في الكتابة هو المقياس البيولوجي، فالنسوية في رأيي خرافة ساهم في إرسائها للأسف حفنة من نقاد اعتمدوا أدوات تشريحية للنص متعسفة بطبيعتها. وهنا أنت يعني شكلك بتزعلين الكتاب اللي يتبنون فكرة النسوية، وأيضا النقاد الذين يعني يبحثون عن هذه النسوية. خلينا نوضح بهذه الفكرة. أول ما كتبت أنا اسم حزامة حبايب اسم غريب، فطلعت مجموعة اسمها الرجل الذي يتكرر، مجموعة قصصية، وكنت في عمان، كنت أنا قد طبعا يعني نزحت من الكويت بعد أزمة الخليج واستقرت في الأردن، وصدرت لي أول مجموعة وتم الاحتفاء بها. فصديق لي قادم من بيروت أحضر معه مجلة ومستغرب، قال لي هناك شخص كتب عن مجموعتك القصصية، ولكن انتبهي ماذا كتب. فلما قرأت بقول ويقول الكاتب حزامة حبايب، وفي قصة كذا يؤكد الكاتب حزامة حبايب. وحقيقة أنا سعدت جدا بهذه القراءة النقدية، لا أذكر منها أي شيء سوى الإشارة لي بصيغة المذكر، مما يعني الآن أنه قدرتك على أن تكتشف أن وراء هذا النص امرأة أو رجل، يعني
ليس بالضرورة. ولذلك الناقد أحيانا يعني يتأثر إذا كانت الكاتبة أو كاتب يعني طبعا هلأ في نقاد ممكن يفصل أنفسهم، ولكن في هناك قدرة يعني النقاد أو قراء عرفنا أن الكاتب امرأة من المضمون إحنا، أو عرفنا أنه رجل، وهذا يحيلني أيضا إلى مشكلة الإباحية مرة أخرى، أنه المرأة إذا كتبت أدب إلى حد ما مكشوف أوكي وتعاملت مع الجسد براحة أكبر يسقط عليها هذه الكتابة، بينما لا تسقط على الرجل. فعودة لموضوع الاسم، التبس على الكثير من الناس اسمي، وأنه هل أنا هذا رجل أو كاتب. هذه نقطة. فيما يتعلق بالنسوية، علينا أن نعترف أن الأدب العربي قدم لنا طبعا أعمال بأقلام نسائية جدا جميلة، وأنا أتعلم منها وما زلت أقرأ لها، وهناك عديد من الكاتبات للآن أنا أعود لكتاباتهم حقيقة، ولكن بالمقابل أيضا كان هناك تيار في الكتاب النسائية، ولا أسميها الكتاب النسوية بالضرورة إنما الكتاب النسائية. نعم. هذه الكتابة أعطتنا نمط من القصص أو من الروايات أيضا، حولت المرأة أيضا لكائن مش حقيقي، باعتبارها هي على صدام دائم مع الرجل، وأيضا على تقف في برج أو على تلة تنظر إلى العالم الآخر، وأنها جميلة بالضرورة ولا أحد يفهمها، وكائن يعني لا يمارس أي شيء في الحياة إلا العشق وإلا الحب وإلا الجمال. هذه الكتابات لم تخدم الأدب النسائي أيضا، وقزمت نظرة للأدب النسائي كأنه أفق محدود أو أفق قاصر. أنا ضد الكتابة النسائية أو النسوية أيا كان، أو الأنثوية، لأن هناك كتابة نسائية أنثوية، أو طبعا هذا كلها مصطلحات مختلفة ومتشعبة لسنا في معرض مناقشتها، ولكن ضد هذا الأدب إذا كان الهدف منه الحجر على الكتابة النسائية أو محاصرتها ضمن طروحات معينة. طيب نعود إلى حديثك ورأيك وكتاباتك عن المخيم. تقولين هناك دائما جسر عاطفي بين البيتين داخل المخيم وخارجه. حتى في حياتي الأخرى التي لم أمضها داخل المخيم كانت بمفهوم الارتحال المؤقت الذي قد ينتهي في أي وقت. هل وعي المخيم إذا صح التعبير قد لازم يعني قدر يلازم كل فلسطيني في الشتات؟ يعني على يعني لم طبعا حاليا نشهد أجيال من الفلسطينيين لم تولد في المخيم. أنا لم أولد في المخيم. أنا والدي طبعا مولود في فلسطين في قرية بيت دجن، وهو كان مع عائلته نزحوا لمخيم الزرقاء في الأردن، وهو من أوائل المخيمات في الوطن العربي وفي الأردن طبعا، وكان بخيمة قبل ما يتحول إلى بيت متداعٍ. أصلا كان عندنا فترة حج ما يشبه السنوي إلى المخيم في كل صيف مع العائلة، وكنت أشعر بحميمية غريبة جدا، ليس لأنه مخيم وليس لأنه بيتا جميلا، لم يكن طبعا هذا بيت حتى بمعنى بيت، ولكن اكتشفت بعد يعني نضج وبعد متابعة سبب ارتباطي في هذا المكان هو أقرب شيء لفلسطين. في هذا المخيم باللهجة بالأكل بالناس الموجودين بالحياة الفلسطينية بالقصص التي نسمعها حتى بالأعراس والحفلات البسيطة التي كنت أشارك فيها. كنت أشعر بأنني قريبة لفلسطين، وأن هذول الناس إذا رحلوا في يوم من الأيام لفلسطين أنا رح أكون معهم. بالتالي المخيم والحقيقة موضوع البيت يعني حتى بالكويت لما عشت بالكويت مع أهلي، أنا مواليد دولة الكويت ودرست في الكويت واشتغلت في الكويت، كنت أعيش في شقة حتى تقسيمتها كانت جدا قريبة من بيوت المخيم. يعني بما معناه بيئة المخيم وإن لم أعيشها مكانيا كنت أعيشها نفسيا وموجودة في داخلي. ما يجمع كل هذه البيئات هو هذا الشعور الأزلي عندي بالفقد، يعني شعور بفقد البيت بأي لحظة، وإنه حتى ما ألاقي مخيم، لأنه كمان بيت المخيم ما كان بيت طبيعي موجود، وشعورك إنه هذا بالفقد كان يتكرس في كل مكان أروح له، ولكن في المخيم ما يعوض هذا الشعور بالفقد وبالفقر أيضا من نواحي عدة وسط ناس هم أكثر شيء يشبهون فلسطين. نعم. تقولين أيضا الكتابة لم تعد خيارا وأنها أصبحت نوعا من الخلاص. الكتابة تمنح الكاتب قدرة هائلة كشكل من أشكال التطهير. خلاص وتطهير أكيد. من ماذا؟ أنا حتى أحافظ على نفسي، حتى أحمي نفسي من الانهيار، من الحزن، من الكآبة، حتى لا أفسد، حتى أحافظ على روحي، أنا الكتابة أصبحت عندي حياة، أسلوب حياة.
أحمي فيها نفسي، أعيش مع نفسي، أتواصل مع عواطفي من جوا، أعبر عن انكساري، عن آلامي، خلاص من وعي المخيم، خلاص من اعترفي. هي خلاص من وعي الفقد. والمخيم المخيم شكل من أشكال الفقد أيضا، والهزيمة والانكسار المتوارث يعني. ولكن فعليا أنا يعني لا أعتبر نفسي عشت مع مخيم، ولكن امتداد البيئة. ولكن وعي طبعا المخيم. أكيد وعي كما قلتي طبعا، وعي شتات. الكتابة هي الشيء الوحيد الثابت، أنا بأي يوم قد يعني أستيقظ وأكتشف أنه لا مكان لي. أنا المكان يعني الكتابة هي تعطيني مكان، تعطيني مأوى، تعطيني ملاذا. قد تستغرب، هي الشيء الوحيد الذي أشعر فيه بالأمان، أني أنا موجودة، أنا أكتب لأعيش. وبالنسبة لي الكتابة هي مش جسر الحياة أفضل بالضرورة، هي بصراحة لا. الكتابة بالنسبة لإلي، الكتابة بالنسبة لإلي أصبحت سبب للاستمرار، سبب للحفاظ على كل شيء أنا أمن فيه وما خسرته في حياتي. هل الفلسطيني حينما يحمل جنسية أو جواز سفر لدولة أوروبية أو أي دولة أخرى يتحرر من هذه من وعي المخيم؟ على الإطلاق، أو حتى من وعي الفلسطيني أو من هويته. بالعكس، أحيانا حمل جنسية أخرى دائما يؤكد لك هويتك بطريقة غريبة وبطريقة مغايرة. نحن محكومون بشتاتنا، والشتات له طريقة غريبة مهما استقرت فيه أنه يذكرك بهويتك بقضيتك. أكيد. تقولين الاحتلال لا يسلب أرضك لكنه يسلب روحك. أكيد طبعا، هذه يعني حين ننظر إلى القضية الفلسطينية نحن من الخارج، وننظر إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة ولنضال شعبنا الذي أنا نكبره ونضعه فوق رأسنا، نتساءل ماذا سرق الاحتلال؟ هل سرق الاحتلال الأرض؟ الاحتلال سطع الأرض، الاحتلال سطع على التاريخ. الأرض يمكن تستعاد، التاريخ يمكن أن نعيد أن نحافظ عليه، لا نعيد كتابته ولكن نحافظ عليه، أوكي، ونعيد تسجيله كما وقع. ولكن الخوف، كل الخوف أن يكون سطع على الذات الفلسطينية وأفسدها وكسرها وهزمها من الداخل، وهذا ما لا نتمناه. وحين نرى أجيالا فلسطينية تقاوم وتناضل بالكلمة، بالأداء، بالتعبير، أو حتى بالمواجهة المباشرة، نطمئن أن هذه الأجيال موجودة وسوف تحافظ على هذا الإرث، ونتمنى ألا تهزم وألا تنكسر. لأنه أسوأ شيء أن تهزم الروح وأن تنكسر. الأديبة الفلسطينية حزامة حامد حبايب، شكرا جزيلا، استمتعت بهذا الحوار وأشكر قبولك لدعوتنا في حديث العرب، كما أيضا أشكرك على هذا الإهداء الجميل مخمل، أعدك أن أبدأ قراءته بأسرع وقت. شكرا جزيلا للمتابعة، إلى اللقاء. شكرا لكم وشكرا على هذه الدعوة.